اهلا بيكم، معاكم عمار عادل في حلقه جديده من سلسله سبيك وذ بيكتشر، اتكلم مع صوره. السلسله دي مناسبه جدا للناس اللي هي نفسها تتعلم كونفرسيشن او محادثه، وفي نفس الوقت بتتكسف تتكلم مع الناس او مش عارفه تركب الجمل ازاي او مش عارفه تبدا ازاي. السلسله بسيطه جدا، فكرتها ان احنا بنجيب صوره زي ما احنا شايفين كده وبنبدا ان احنا نسال عليها اسئله. هترد عليا الاول، يعني تاخد وقت ترد عليا الاول، وبعد كده لو ما عرفتش ترد بتشوف الاجابه اللي انا كاتبها لك وبتقولها ورايا. For example, we have a picture here. معنا صورة هنا. Is this a normal situation? هل ده موقف طبيعي؟ Is this a normal situation? يلا رد على السؤال. ممكن تقول No, it is strange. ده موقف غريب. أو تقول Yes, it's normal in my country. ده طبيعي في ال country أو في الدولة بتاعتي. What is the man doing? الراجل ده بيعمل إيه؟ What is the man doing? ده ليه التردد ورايا برضه. He is sleeping in a metro. He is sleeping in a metro. Where is he going? Is he going home or work? رأيك إن هو رايح البيت ولا رايح الشغل؟ عادي جاوب أي إجابة، إحنا كده كده مش داخلين امتحان. Maybe he is going to work and he didn't sleep. Or he is going home and he is very tired. يبقى ممكن يكون رايح الشغل but he didn't sleep well، ما نامش كويس، or he's going home، رايح البيت، and he is very tired. وخلي بالك going home or going home مش going to home، ما تحطش to مع home. What are the women doing؟ الستات دي بتعمل ايه؟ okay. Do they give him attention؟ هل هم مدينه اهتمام؟ Do they give him attention؟ They are chatting. هما بيتشاتوا مع بعض. Chatting. They don't give him attention. ومش مدينه اهتمام. طب احنا لو عندنا هنا كنا ايه؟ ادينا له السليمة. طيب. Have you ever slept in transportation? عمرك نمت في المواصلات؟ Have you ever slept in transportation? Yes, I have slept before. ايوه انا نمت قبل كده. No, I have never slept outside my home. عمري ما نمت بره البيت. Okay. استنوا في حلقة جديدة من سلسلة Speak with Picture، اتكلم مع صورة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.